السلام عليكم خوتي خواتاتي، واهلا اهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا الفيديو. وعدتكم بواحد الوصفه ديال تساقط الشعر. في الحقيقه حتى بديت كنصوب فيها لواحد السيده، وانا نقول علاش ما نفيلميهاش لكم. طلباتها مني واحد السيده هذه الوصفه ديال الناس اللي عندهم تساقط الشعر، يا اما وراثي بحالنا حنايا، يا اما مع تقدم في السن، يا اما من ناحيه الدواء ولا لو ستريس. ولا الا كنتو كتاخذوا دواء اللي هو ديال كيف نقولوا ديال الاعصاب، عاونوا راسكم بهاد الوصفه اللي غادي نعطيكم مجربه مني انايا، كنعملها من سنين. هذه الطريقه كيفاش غادي نصوبوها، غادي نقول لكم عليها الطريقه ديال كيفاش نصوبوها والمقادير، وبيان سور كيفاش نعملوها على الشعر ديالنا. انا حتى بديت البنات وانا نتفكركم، ولكن بقاو معايا. هنا عندنا اليازير، اي كاسرون عندك كتخليها غير ديال الوصفات ديال الشعر. هنا انا طالقه الفونتيلاتور، هنا عندنا اليازير. اليازير الله يطول لي عمركم خصكم ملي تكونوا تحيدوا فيه. انا داك اليازير اللي كنت مشيت جبت شويه كامليه وبقات هذه خضيضه، ولكن ملي تكونوا تشريو من عند العطار ولا ما يكون عندكم، راه خاص ملي نكونو كنعملو فيه يعني كنقطعو دوك العويدات، خاص ديك الريحة ديال اليازير تطلع معانا. إلا ما شميتيش ديك الريحة اليازير، صافي الفوائد ديالو مبقاتش فيه. لهذا كنقول اللي عندها جردة حاولي تغسي اليازير عندك. هنا عندنا اليازير قطعتو عشوائي وعملتو هنايا. هنا عندنا البصلة بالقشور ديالها، البصلة هنا عندي جوج ديال البصلات بالقشور ديالهم، وعندي جوج ديال الفصوص ديال الثومه، جوج ديال الضروس وكذلك بالقشور ديالهم. هنا عندي القرنفل، هنا عندي الحرمل، وهنا عندي الججلان. الججله الله يطول لي عمركم خاصكم تعرفوا بين ما الحرمل والقرنفل كينشفوا الشعر وكيهرسوا الزغبه واحد شويه، يعني الدهنيات اللي كاينه في الجلجلان كتعاوننا، زائد يعني الزيت اللي حنا غادي نزيدوه. اذا هنايا كيف شفتوني عندنا الكاسرونه، غادي نزيدو باش ما طيحش ليا البصله. فوالا زدنا البصله حيت البنات مزروبه واحد شويه الله يطول لي عمركم. هنا عندي القرنفل، هنا عندي الحامل، هنا عندي الججلان. اوكي هنا عندنا زيت العود. البنات خاص الله يطول لي عمركم زيت العود، يعني ولو تكون فيها الملحه، اللي كيعيش في اوروبا حاولوا تاخذوا زيت العود ما فيهاش الملحه. غادي تقولوا لي حليمه من ماركه، انا غنوريكم مثلا هذه البنات، هذه خاليه من الملحه، ها هما هي لي زانغغيديو هنايا، هذه مسوسه، هذه خاليه من الملحه. فوالا هذه زيت العود التونسي البنات، وهذه بيو خاليه من الملحه. هذه انا كناكل منها، وبعض المرات ملي كنحس بالبشره ديالتي نشفات ديال وجهي، وعندي السطح ديال يدي هنا كينشف على ود انا عندي بشره جافه ما نقولش لكم. يعني هذه كنعملها على وجهي، وهي في الحقيقه انا دايرها للاكل، هذه كنحطها في المائده كناكلوا منها ملي كيكون هكذا الحد، كنكون بوحدي كنعمل شويه ديال البيض وكنخوي فوق منه زويته العود، ولا كنعمل زيت العود كنحطه في طبسيل بوحده. هنايا انا عاملاها هنايا على ود هاد القرعه كتساعدني باش كنشوف شحال فيها، شحال بقى وشحال ما بقاش. هنا غادي نزيد زيت العود بسم الله. البنات اللي ما عندهاش زيت العود الله يطول لي عمركم، راه كتبغي تقريبني الطول ديال الزيته، حاولوا تاخذوا زيت العود اللي عندكم، واخا فيها شويه الملحه شويه. ها نتوما انا خويتها هنايا، غادي نعملها فوق النار، غادي نعملها فوق البوطه. في الاول غادي نجهد البوطه،
ملي غادي نحس بالزويته سخنات غادي نقص البوطه وغادي نخليها واحد 20 دقيقه فوق البوطه يعني على عافيه مهيله. في الاول غادي نجهدوا البوطه ومن بعد غير غادي نشوفوها سخنات غنقصوا البوطه، غادي نخليوها ما بين 15 دقيقه حتى 20 دقيقه ونرجع لكم. البنات انا حطها فوق البوطه طيب، ولكن راه هي هذه انا ديالتي انايا، هذه راه هي هذه البنات. ها نتوما غادي يبان لكم شويه ديال التخت كاين، غادي يبان لكم نحيد هذه المعلقه. ها نتوما شوفوا كاين شويه ديال التخت كاين لتحت، غادي نحاول نطلعوا لكم. ها هو هيا شفتوا شويه ديال التخت، ها هو هيا يعني غادي نقول لكم. ها نتوما اوكي هادي غادي الله يطول يعماكم. غادي ندخل كيف قلت لكم في الاول البوطه تكون مجهده، وملي نحسوا بديك الزويته بدات كتغلي كنقصوا البوطه ما بين كنقصوها على الشمعه ما بين 15 حتى 20 دقيقه ياكم. من بعد كنطفيو البوطه كنشدوا ديك الكاسرونه كنعملوها في واحد القنت كتخليها تبات بهذوك لي زانغريديو اللي حنا عملنا فيها. اللي عندها فيكم لا فيتامين سي، لا فيتامين سي انا مزوقه فيكم، طحنيها يعني طحنيها على ود مع الزيت ما غاداش تذوب. اللي عندها لا فيتامين سي انا تقادت ليا، ولكن كاينه في هذه اللي هي ديالي، هذه كاينه فيها. اللي عندها لا فيتامين سي، لا فيتامين سي كتنشط الفوره ديال الطراس كتنشطها يعني كتفيقها. اللي عندها لا فيتامين سي خذوا جوج ديال يعني دوك اللي كيتعملوا في الماء افيرفيسون اللي كيكشكشوا، عمليهم طحنيهم ولا دكيهم وعمليهم مع ديك الزويته تبات وتضل. مثلا عملتيها هاد الوقيته اللي انا غنلوح الفيديو راها كطيب، غادي تبات وغدا ان شاء الله غادي تضل النهار كله. اذا في العشيه اشنو غادي نعمل؟ غادي نقبط ديك الزيت وداك دوك التوابل كلهم اللي عملنا فيهم وغنعملوهم في الكاس ديال الميكسور، يعني الكاس ديال الميكسور فين كنطحنوا العصير. غادي تعملي كلشي تمايا وغادي تواكي على الميكسور، غدا ماشي تواكي عفوا تخدمي، غادي تخدمي الميكسور غادي طحن داكشي كلشي. وبيان سيو غادي تقبطي واحد السوبيرا، غادي تقبطي واحد سميتها صفايه صفايه، وغادا تصفي بحال اللي عملت انايا كنصفي راه عطاتني غير كاس قد هكا استعملته وانا بقى فيه غير قد هكا. غادا تصفي هذيك الزويته والباقي غادا تلوحيه، يعني غادا تصفي غير الزويته، هذيك الزويته هي اللي غادا تبقاي يوميا يا اما بصبيعات يديك تغطسيهم ماشي في القرعه، يا اما نوريكم انا اشنو كنعمل. البنات انا عندي هادي هادو راه كيعطيهم لكم في الدواء، كيعطيهم لكم بعض المرات في السيرو ديال الاطفال، كيتباعوا في الصيدليات كيتباعوا ما عرفتوش في الدول العربيه كيتباعوا. المهم الا كانت عندك هادي عمريها بحال اللي كنعمل انايا، كندخل وكنخوي كندخل وكنخوي بيان سيو شعري كله محلول، وعاد باش كندخل صبيعات يديا كنماصي ماشي كنفروطي لا كنماصي شعري كله. راني جامعه البنات ما شاء الله كنماصي وتنخليه ديك ساعتين تلمكانه، ولا انا ما كنفوتش ساعتين تلمكانه كندخل نغسل. اللي ما عندوش هذه اللي وريتكم هذه ديال يعني كتسمى بحال لاسرانكل كنجبدوا بها، ما عليك غير تخوي المقادير اللي انت بغيتيها في واحد الطبيسيل، داك الطبيسيل يكون شويه بحال هذا، تخوي في الطبيسيل يكون كرو هكذا شويه، غادي تغطسي صبيعاتك بجوج وتدخلي في الفروه ديال الطراس، دخلي في الفروه ديال الطراس وملي تسالي الى عندك الشعر من بعد كتشدي داك الشعر حتى هو كتعمريه، كتجمعي الشعر كله كتحزميه، ما ديري لا فولار ما ديري لا بلاستيك. هذوك الناس اللي كيقولوا لكم عملوا البلاستيك على الفوار ديال الطراس على راسكم، قبطي حبيبتي واحد لا بلونط يعني بلونط اش كتقولوا لا شجره وعملي ليها ساك، جي ليها من بعد ساعتين تلمكانه تلقاي كاع دوك الوراق كيتساقطوا، يعني الهواء ما بقاش كيدخل ليها. اذا
وكذلك الفوائد ديال الطقس ديالنا. هذوك الناس اللي كيعملوا الميكا ملي كيعملوا الصباغه الله يستر، ولا ملي كيعملوا شي وصفه راه غير الله يستر مع الله يحفظ. اذا غتعملي الوصفه وتخلي راسك هكاك شقاي، عملي اشنو بغيتي تعملي، غير ما تخرجيش بها الزنقه، ما تخرجيش بها الزنقه على ود. اولا ريحه، ثانيا هي دهنيه مع الزيت وداكشي كيبان داكشي معلك. كنتمنى تكونوا فهمتوا سهله الوصفه. غير يا اختي العزيزه الغومارين ماشي تمشي تاخذيه من عند العطار ولا تشريه في دوك الخنيشات ويعني وما يعطيكش ريحه. خص الغومارين كيف ما كان كنحكوه كنشموا ريحه كتقولي ايه الفوائد ديالو باقا فيه. كنتمنى الوصفه تعجبكم. غادي نمشي نوجد، اولا غنجاوب الناس في التليفون راه كلشي كيصوني، وغادي نمشي نوجد رانيا صايمه، يعني الصايمه سولت قلت لها على الصايمه اليوم، قالت لك باقا ليها يومين ديال رمضان اللي فات، عندها اليوم وعندها غدا ان شاء الله. وجات لعندي طلباتني، جابت لي، نوريكم شنو جابت لي. هانتوما جابت لي لمياء، خدات ثلاثه بحال هادو، خداتهم للمغرب، مشات مع اصاله مشاو يتقداو ولقاتهم كانوا بخمسين اورو وعملوا عليهم تخفيض ديال 50%. بون نتوما كتبان لكم مقلوبه، انا كتبان لي هي هذيك، عملوا عليهم تخفيض ها هو 50%. خداتها ب 22 اورو 49 سنتيم. ها هي يا خدات ثلاثه للمغرب، ما عرفتش علاش خدات ثلاثه، حيت هذا الشيء عندي في الدار، عندي في الدار هذا الشيء. ما نقولش لك انا راني عندي في الدار، عندي اوشون، عندي مرجان تما في الدار. المهم ما بغيتش نقول لها لا، قلت لها راني قلت لها حطيها، جابت لي ثلاثه. وانيا صايمه وهي تقول لي طلبك طليبه، قلت لها شنو؟ قالت لي صوبي لي لي بريك، صوبي لي لي بريك بلي زيبينا بالخبيزه، راه طيبتها راه بدات. قالت لي صيبي لي الحسوه ديال التشعير راه حتى هي كطيب، وخاصني نجاوب على التليفونات ونتلاقاو في اللايف ديال اليوم في الليل ان شاء الله. احبكم في الله.